السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الثقة أينما كنتم. اليوم رانا في مكان آخر، رانا في مكان مغاير، هنا رانا في مخزن أثاث ثقة خوتنا. هنا تقدروا تجو يعني لكل اللي متلقوهمش في المحل، يعني في المحل تاعنا في الشورو تاعنا تلقوهم هنا في المخزن تاع ما تاع أثاث ثقة خوتنا، يعني تلقاو لي كولور، تلقاو مام لي برودوي، ربما كاين دي برودوي من شغل مكفلاش الوقت باش نطلعوهم للمحل ولا للشوروم، تلقاو هنا تما يقدر الزبون يجي لنا المحل ما نجيبوه الا هنا يخير لا كولور تاعو في غرضو. كاين دي كولور يكونوا ديسپونبل هنا وما يكونوش ديسپونبل في المحل، نجيبو لهنا يشوفهم خوتنا. واليوم جيتكم على حاجه مهمه 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 جدا، وهي عمليه تسليم الهدايا للفائزين اللي فازوا معنا اليوم باذن الله. راح نقوم بتسليم الهدية رقم 2 والهدية رقم 4، يعني البايو والأرجنتري اللي فازوا معنا ملعب روسا وباب الزوار خوتنا. كما راكم تشوفوا هنا راح نقوم اليوم بعملية الشحن، الآن رانا نقوم بعملية الشحن تاع البايو والأرجنتري خوتنا. كما راكم تشوفوا عمال أثاث ثقة راهم قايمين بها، راهم يشحنوا في اللي برودوي خوتنا ولا في الهدايا تاع الفائزين اللي فازوا معنا خوتنا، راهم على قدم وساق. ابقوا معنا خوتنا باذن الله راح نوفيكم بكل نديطه، يعني بكل حيثيات الرحله. انا راح نقوم برحله اليوم للعاصمه والبليده، راح نقوم اولا للبليده عمروسا ومعاد نروح ان شاء الله الباب الزوار هكذا باش نسلموا الهدايا للفائزين اللي فازوا معنا. ومن هذا المنبر كل عمال وطاقم الثقه نقول لكم مبروك عليكم خوتنا، تاخرنا عليكم شويه ولكن ماشي مشكل، ليسونسيال الهدايا توصل لما ليها خوتنا. غاسي بونش. وكما تشاهدون الان خوتنا شاحنه أثاث الثقة تشرع في الخروج من المخزن، أي من مخزن أثاث الثقة متجهة إلى ولاية البليدة أو باللهجة المحلية البليدة، وتلقب كذلك بمدينة الورود التي أسسها الأندلسيون بعد خروجهم من الأندلس. أما عن منطقة عمروسة التي تقع فيها الفائزة الثانية اللي تحصلت معنا على أم بايو خوتنا الفائزة لوناس رانيا، تقع مدينة عمروسة في بلدية بوينان بولاية البليدة في شمال البلاد بسهل متجه، ويتراوح ارتفاعها على سطح البحر ما بين 70 متر إلى 1085 متر في الجنوب، ويشبه مناخها مناخ البحر الأبيض المتوسط، فصل بارد ورطب وفصل شبه جاف وحار، كما أن نسبة تساقط الأمطار في هذه المدينة متوسط نوعا ما. يحد بلدية بوينان من الجهة الشرقية بلدية شبلي، ومن الجهة الغربية بلدية الصومعة، ومن الجهة الشمالية كل من البلديتي بوفاريك وشبلي، أما من الناحية الجنوبية حمام الوان وشريعة وكذلك جبال أطلس البليدي. كما راكم تشوفوا خوتنا رانا وصلنا إلى منزل لوناس رانيا، يعني رانا نطلعوا في صدد إطلاع البايو إلى المنزل خوتنا. كما راكم تشوفوا يعني المدينة والبلدية نظيفة جدا، يعني جزنا على مناطق بزاف شابة خوتنا، يعني الرحلة كانت قصيرة ولكن كانت ممتعة نوعا ما، يعني كانت ممتعة كذلك مع طاقم تأثث ثقة والسائق اللي كان يعني محفز كذلك خوتنا. كما راكم تشوفوا رانا نطلعوا في البايو خوتنا إلى المنزل تاع الفائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاودنا ولينا لكم خوتنا متتبعي صفحة وقناة ومحل أثاث ثقة. كما راكم تشوفوا خوتنا كما شفتوا الفيديو رانا في عمروسة تحديدا عند منزل اللي فازوا معنا الفائزة اللي فازت معنا هذا الابن تاعها خويا وشرا. لاباس خير. هذا هو اللي شارك من الاسم تاع الوالدة تاعو شارك في الهدية اللي نطلتها محل أثاث ثقة. احكي لي يعني كيفاش كي شارك، كيفاش يعني كنت متردد ما كنتش متردد؟ يعني انا استدرت على ربي سييت، قلت هاي جات اوكازيون سيي وزارنا والحمد لله يا ربي شارك باسم الوالده والاسم تاعي الحمد لله. الحمد لله يا ربي خرجت لنا خرجت اسم الوالده فينا المخرج اسم الوالده بالبركه عليكم. يعني كنت داير في بالك راح تفوز ومش راح تفوز. الله ما يكذب عليك يا خويا، شفت لي كومنت نومبر تاع لي كومنتار 160 الف كومنتار
تشهد من الكومنت عشان كومنتي باش ما نقولش كتبوش كومنتي على الجزار. هذه هي شوف اخوتنا باش عارفوا بلي هذه كامل ارزاق من عند الله عز وجل. اليوم راهي هنا ربما راهي في مكان اخر بعد راهي في مكان اخر. هذه اخوتنا انتم شاركوا بارطاجيو كومونتيو ابقوا في المحل الثقه وحنا دائما نعبدكم بالجديد. الحمد لله وصلنا لهذه وترقبونا فيديوهات اخرى. سلام بارك الله فيكم.